فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حذر عالم معتبر من عالم آخر معروف بالسنة والاستقامة، هل يؤخذ بقوله مطلقا بحجة أنه أعلم به من غيره؟ لا أدري ما أيهما على الصواب، ما دام أنه عالم وموثوق فإنه يؤخذ بقوله، وإن قال أحد من العلماء لأنه لا يتبع، قد يكون هناك هوى بينهم أو يكون بينهم شيء من النفسانية. نعم.